شوطنا الرابع عشر، هذا شوط خاص بالحقائق القعدان ومقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول شاهين لصالح بن سالم بن مبارك النابة المري. على المركز الأول شاهين وعلى مقدمة الشوط، ننتقل إلى المركز الثاني ومن يتقدم شيقر لجابر بن محمد بن جار الله بن ذروه المري. على المركز الثاني أو هذا رياض لحمد بن هزاع بن حمد بشريده العذبة. على المركز الثاني دور المركز الثالث اللي يتقدم راهي راشد بن سعيد بن حمد الزعبي. دور المركز الرابع من خطف المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء الطماع لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. يليه على المركز الرابع في هذه اللحظات شاهين لعلي بن سعيد بن صالح الجربوعي. ننتقل إلى المركز الخامس ورياض لحمد بن هزاع بشريدة العذبة المري. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في شوطنا الرابع عشر الخاص بالحقائق القعدان. وعودة إلى مقدمة الشوط، شاهين على المركز الأول لصالح بن سالم بن مبارك النابة المري. هذا هو شاهين يسيطر تمام السيطرة على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط، وتشاهدون شاهين على الكادر الفوقاني على الهواء مباشرة عبر هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع هذا السباق المحلي السادس تشاهدون على قناة الريان الفضائية. ننتقل إلى المركز الثاني، راهي تقدم ممتاز والعصا قوس والانطلاق ذاتي وتلقائي من راهي لراشد بن سعيد الزعبي على المركز الثاني، ويلاحق راهي طماع لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. يتقدم على المركز الثالث تقدم ملموس وتقدم ممتاز وتقدم رائع. دور المركز الرابع هنا رياض حمد بن هزاع بشريده العذبه على المركز الرابع، وتقدم رياض ايضا لافت وممتاز. المركز الخامس اللي يتقدم فيه هنا في هذه اللحظات نبراس لمحمد بن راشد بن قطفه المري. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء وعودتنا الى شاهين اللي منطلق ومندفع اندفاع ممتاز وانطلاقه قوي، يسيطر على المركز الاول والعصا قوس واخذ يزيد من سرعته في هذه اللحظات ومن ابتعاده من القعدان المشاركه في الشوط. نذكر بان شاهين قام راس وحتى هذه الامتار وهو يسيطر على مقدمه الشوط. يا سلام على انطلاقه شاهين. صالح بن سالم بن مبارك النابت وما زال متحكم بزمام الامور، ويبدو اعزائي المتابعين بان شاهين من اصعب القعدان في هذا الشوط، من اصعب القعدان المشاركه في هذا الشوط، ويبدو بان الشوط شوطه حتى هذه اللحظات يسيطر ويتولى زمام الامور. المركز الثاني راهي راشد بن سعيد بن حمد الزعبي يتقدم على المركز الثاني، بينما طماع يتقدم طماع ويتسلل ليختطف المركز الثاني ومعلن اختطافه للمركز الثاني ولوصيف الاول. يا سلام، هلم العظام اليوم يبغولهم ناموس صباحي. يا مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني، يلا يا شباب، يلا يا مضمرين. المركز الثالث هنا التقدم من راهي راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، وتقدم على المركز الرابع من شاهين علي بن سعيد بن صالح الجربوعي. المركز الخامس يصل هنا رعد لحمد بن عبيد بن حمد آل فهيدة، اول نداء لرعد على المركز الخامس. هذه النتيجة الكيل الاخير، وشاهين حتى هذه اللحظات ما زال على المركز الاول. شاهين ما زال متصدرا للقعدان في هذا الشوط 900 متر 800 متر، وشاهين ينفرد. اعزائي المتابعين، ينطلق شاهين يسيطر مع صالح بن سالم بن مبارك النابت على مقدمة الشوط، طمع على المركز الثاني. المركز الثالث اول نداء لمطلب ربيع بن جابر بن ربيع الجابر. مطلب وانطلق شاهين، يسلم على انطلاقة شاهين وعلى انفرادة شاهين بالمركز الأول في هذا الشوط. طماع على المركز الثاني، تحرك طماع وحرك مشاعر هلم العظام، بالانطلاق في المركز الثاني. يا سلام يا طماع
وشاهين، طماع وشاهين، طماع وشاهين، طماع خطير، طماع خطير، يا سلام يا طماع، يا سلام. إذا طماع مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط إلى العظام في صباح هذا اليوم، عاد شاهين مرة أخرى، شاهين وطماع، طماع وشاهين، شاهين يحاول مرة أخرى جاهدا اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، عاد شاهين، طماع يصمد وشاهين يعود مرة أخرى، ولكن طماع، ولكن طماع. تهانينا لهلم العظام، تهانينا لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم، تهانينا والناموس وسلام يا ام العظام، سلام المركز الثاني. شاهين لصالح بن سالم بن مبارك النابت المركز الثالث. المركز الثالث مطلب لربيع بن جابر بن ربيع الجابر المري المركز الرابع. المركز الرابع وصل فيه شامان لبندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري. المركز الخامس الأسد لمحمد بن حمد بن هادي بن حفار المري. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. طماع خطف المركز الأول لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، توقيت الزمن 6 دقائق 25 26 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الثاني شاهين 6 دقائق 26 ثانية 63 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن سالم بن مبارك النابت المركز الثالث. المركز الثالث وصل فيه المركز الثالث وصل فيه مطلب 6 دقائق 32 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لربيع بن جابر بن ربيع الجابر.